تقيم مؤسسة المبدعين العرب بالتعاون مع الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة للتنمية المستدامة الملتقى الدولي الثاني للفن والتراث في الإسكندرية، وذلك بمشاركة مجموعة متميزة من الفنانين التشكيليين وحرفي الصناعات اليدوية. المعرض النهاردة مؤسسة المبدعين العرب بتقيمه ضمن أنشطتها المتعددة اللي هي بتهتم بالثقافة والإبداع. المعرض بيضم أكتر من 60 عارض وعارضة، منتجات يدوية مختلفة، صناعات من الأيدي المصرية، الأنامل المصرية، الفنانة المبدعة من عهد الفراعنة وحتى الآن. المنتج المصري بيتفوق على أي منتجات عالمية في إنه هو في فن، في إحساس من بيعبر في العمل اللي هو بينتجه. معانا السودان مشاركين، طبعا دول اخواتنا ومعانا في كل معرض. كان المفروض في جنسيات تانية عربية زي المعرض بتاعنا الاخير كان فيه 7 دول، ولكن بسبب ظروف كورونا ان هي مشتدة في الشهر ده فما قدروش يوصلوا، ولكن معانا ان شاء الله في اي معرض تاني. معانا محافظات مختلفة من الجمهورية، يعني من أول بحري لغاية أسوان ولغاية سينا، شغل تراث وهندميد جميل جدا رائع. ويستعرض الملتقى ألوانا مختلفة من الفنون التي جمعت مختلف المدارس الفنية كالفن التشكيلي والإكسسوار والتحف، بالإضافة لمجموعة متنوعة من الملابس والمنتجات التقليدية لمختلف الثقافات المصرية والسودانية وغيرها من البلدان المشاركة. احنا عندنا حاجات كتير، يعني عندنا بنبدأ من البخور، وهو عندنا أنواع، تمام، اللي هو للبيت وللست نفسها وللملابس بتاعتها ولكل حاجة عندها. عندنا بخور لحاجة معينة، تمام، وعندنا البخور برضو يعني اللي بنعمله مثلا عشان الحسد والعين وكده يعني. فعندنا حاجات كتير، وعندنا التوب نفسه السوداني، وعندنا الدلكة السودانية، وعندنا المباخر، وعندنا كل حاجة بتتخصص بالتراث السوداني. جينا هنا طبعا بالمشغولات النوبية والتوابل الأسوانية والشغل اليدوي اللي معروف به أهل النوبة وأهل أسوان. فإحنا بجد سعداء جدا إن إحنا جينا في المكان ده وحضرنا الملتقى الثاني للمبدعين اللي هو في بداية في محرم بيه في اسكندرية. احنا بنجيب جلد المفروض ان هو صناعي، لان الجلد الطبيعي غالي جدا ومش عملي بيقشر، فبنجيب خامات نظيفة مستوردة وبنصنعها في المصنع عندنا، بنعمل حاجات جميلة جدا وفي متناول الجميع، والحمد لله المنتجات بتاعتنا حازت على اعجاب الناس كلها، والاسعار ان شاء الله هتعجب الكل بإذن الله. رغم أن الحضارة الصناعية انتقلت في عصرنا الحالي من الصناعة اليدوية إلى الصناعة الآلية، إلا أن مثل هذه المعارض ما زالت تلقى رواجاً كبيراً بين محبي الفن والثقافة، حيث تمثل وجهة مثالية للتعارف واكتشاف الثقافات المختلفة، بالإضافة لكونها منصة تسويقية لدعم الفنانين وشراء منتجاتهم بأسعار مناسبة. لقناة إقرأ زياد حمادة، الإسكندرية.